أنا القاعدة اللي متخذها في حياتي إني أعامل الناس كلهم بلطف. السؤال اللي أبغى أوجهه لكم أجمعين تمام؟ وأبغى أسمع منكم ونتعلم كلنا من بعض. إيش القاعدة اللي ممكن أنت متخذها في حياتك وماشي عليها سواء في تعاملك مع نفسك مع أهلك مع الآخرين؟ مجال مفتوح للجميع. شكرا لك يا عبد الرحمن. صراحة أثريتنا وعطيتنا معلومة جدا قيمة وجاء في البال تعامل الإحسان وبذل المعروف. طبعا من واقع تجربة يعني نطلع مثلا مكة في موسم الحج والعمرة فشفت أن إذا قدمت معروف أو أحسنت لشخص أدخل السرور عليه فشفت أنه يستانس. فأنا من نفس الشيء الشيء هذا اللي أسويه أو بذل الإحسان لما أشوف سعادة الآخرين أنا أشعر بسعادة. يا سلام. فأنا حطيت القاعدة عندي أني أي أحد أتعامل معه بإحسان سواء عامل موظف أيا كان أحسن للآخرين. فهذه القاعدة اللي على طاري الإحسان أنا دائما حتى لما اتخذت القرار هذاك على طول تعرف أيام الأول تحطه في الواتساب ومدري إيش وكذا صح. فروحت على طول الواتساب وكذا أسعد الناس من أسعد الناس. الله خلاص مشيت معي قاعدة في حياتي يعني. عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك باختصار شديد. يا سلام. في إذا أنت عم تقول القاعدة تمشوا عليها بحياتكم في آية يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا الله. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هاي الآية بحسها قاعدة لكل حدا بده يوصل للإحسان في أي جانب من جوانب الحياة. يا سلام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مو بس بالأمور بعلاقتنا برب العالمين. حتى إذا بدنا نحكي على صعيد حياتنا الشخصية، إذا الواحد بده إذا كان اهتمامه إنه يحصل على التميز العلمي، فلن يحصل على التميز العلمي الإحسان اللي بده إياه حتى ينفق الوقت اللي بيحبه إنه يقضيه باللعب، بالسهر، بالاجتماعات مع الأصحاب، إلا إذا أنفق هذا الوقت اللي هو بيحبه بالشيء اللي بيوصله للهدف اللي بده إياه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. أحياناً ممكن يكون إذا نضرب هذا المثال ونسقطه على علاقتنا برب العالمين، أحياناً بنكون راجعين على البيت بعد يوم شاق ومتعب ومو مصدقين إمتى نوصل على الفرشة حتى ننام. يا سلام. تخطر ببالك هيك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنا هذا الوقت حابب إني أنام فيه. بس بيجي ببالك الإحسان مع رب العالمين والبر إنك تقوم تصلي ركعتين وتر. فبتستشعر فعلاً إنك أنت لن تنال الدرجة العالية إلا لما تنفق، قد يكون أمر بسيط. بس لن تنفق إلا من الشغلات اللي أنت بتحب انك تقضيها بشيء اخر، ولكن يعني خلينا نقول قدمت الشيء اللي الافضل لك على الشيء اللي بترغبه نفسك. وفي هنا مدخل اذا الله سبحانه وتعالى حبك حبب الناس اليك. وهذا كذلك في موضوع تعامل الناس سواء، والله مو بهذا جيد، والله عامله عشان عنده فلوس، هذا والله فقير شوي تعامله يتغير. لا، سر حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم سأله يتوقع بيقول اسمي، لكن ما أدري في أبو بكر، عائشة، أبو بكر، عمر، علي، لين ذكر الصحابي. هذا يدل على أن الرسول يعاملهم كلهم سواء. أنا عاملك والله رجال حبني، أو الرجال والله أنا حب فلان، لأن عارف لو بجيه بيستقبلني استقبال حسن، استقبال جيد. التعامل العدل المتواسي بين الناس ترى. وكمان لما كانوا يعاملهم انه كلهم سواء، مو كلهم سواء، كانهم عادي، كل شخص كان يعتقد انه هو الاحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مو انه سواء كلهم عاديين بالنسبه له، لا، انت الاحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. عزيز، ايش القاعده اللي تمشي عليها في حياتك؟ نفس اللي انت قلتها، سبحان الله، نفس امشي عليها طول عمري، يعني اللي هو انه اذا بتسعد احد بالنسبه لي احسن شيء في الحياه، انه ابتسامة ترسمها وجه أخيك أو كما قال يعني. نعم. هذا من أحسن الصدقات يعني. الله يسعدك يا شيخ، دائم تسعدنا. والله جدا صراحة يعني. الله يسعد قلبك يا أستاذ عزيز. وياك إن شاء الله. عمار، أنا القاعدة اللي اتخذها عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. إذا أنت تحب تتعامل بإحسان ولطف، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. وفي موقف يعني أمس، إحنا أول ما وصلنا دخلنا محل تميس أنا ومهند، فراعي التميس شايب، فأقول لي مهند تخيل هذا الشايب يعني إيش باقي له من الحياة، يعني المفروض في الوقت هذا يعني يجلس مع عياله، رجال كبير في السن صراحة، وكان الرجال يعني باين عليه إنه متضايق. فسألنا أنا ومهند قلنا له يا عمي كم سنة لك هنا في السعودية وكذا،
الرجال حتى في البداية ما رد، تمام؟ فما رد، بعد كذا بحركة من مهند بلطف الرجال ابتسم وضحك وغيرنا من نفسيته. يعني شوف المعاملة كمان، يعني المعاملة اللطيفة والحسنة يعني تدخل سرور في قلوب المسلمين وكذا. أنا أعتبر جبر خاطر له صراحة. صحيح صحيح. عمر في النقطة هذه اللي قالها زازور الآية اللي هي أنت بالراحة تفرق وما تحبون، الإنفاق مو شرط يكون إنفاق مادي. أحسنت يا سلام. إنفاق الإنفاق الابتسامة يا أخي، قال لك تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا الله. فأنت يعني فما بالك أنك أنت تحسن إليه. يعني سبحان الله الواحد يعني يعطي على قدر ما يحب أن يأخذ. الله. اللي تحب تأخذه أعطيه حيرجع لك ثاني. كذلك وما عند الله خير وأبقى. الله عليك. في النهاية يعني صحيح هذا صح. ما شاء الله نادر. قاعدة اللي تتخذها في حياتك. والله قواعد واجد، مو بقاعد ولا واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث. عطنا واحدة كذا غريبة. مادة القواعد. عطنا واحدة غريبة. قاعدة. بس أبرزهن اللي هو تفسير الأشياء. أنه مو بكل شيء تفسره أنت. يا سلام. لا تفسر كل شيء. هذا أحسن ظن. لا تبى تفسر. أنت مو مطلوب منك تفسر الشيء. لا ليش هو سوى كذا؟ لا كان يبي كذا. لا مشي. لا تفسر. حتى تعيش مرتاح البال. هذا هو. عشان تريح رأسك وتريح ضميرك بعد. يا سلام. مجادلة الجهلاء سلسلة تداري الحكمة بالأداء الفنية تقدم صدى الشعلة. انتظرون. حلوة حلوة ترى ممكن صدى الشعلة. نعم يعني في الفنجال سويت تطلق مبادرة يا بدر. تنفع والله باسم الشعلة. باسم الشعلة قلتها. أنا دوب انتبه إنه إحنا كلنا شعلة. وش يعني عشان لابسين أسود يعني تحسب إن اللهب؟ لا انتبه مو بس يا عدل.